امين يا ملك السلام، اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، فرق اعداء البيعة، وحصنها بالايمان بحصن اليمنية، فلا تتزعزع لزمان عمان ويليلانا، في وسطنا لان بمجد أبيه والروح القدس، يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا، تنقش تمكو بخريستوس، نم بكيوتنا غصوص، نم ببن مسواج يكتون كاكسوت يمون. إله البشرية اختار الصبية الطهرة النقية، ابنة الوالي مرقس، حاكم البرلوس، يعبد الرب القدوس، ابنته الوحيدة، في إيمانها فريدة، وحياتها مجيدة، وعمرها عام واحد، أخذها الأب الرائد إلى بيعة الواهب، قدم عنها النذر والشمع لإله النور، ليباركها غير المنظور. لما بلغ عمرها 15 سنة، والدها قام لها قصرا لتعبد القدس، مع 40 عروس غلبوا الشيطان المتعوس، قضى تغلب وقتها في عبادة ربها، صومها وصلاتها، الملك دقلديانوس أغرأ بها مرقس، فسجد لوسن منجوس، سمعت فوبخته بإيمانها، ردته للمسيح ربه، علم دقلديانوس أن الإبن العروس، ردت أبوها مرقس، فأرسل لها أمير يطلب منها التبخير للوثن الحقير، فصاحت الباتل، شجب الله الرسول، ومن أرسله مرزول، ليس إله في السماء إلا رب الفداء، يسوع من بذل دماءه، وضعها فيه البازين وعصرها اللعين، فجرى دمها السمين، والعذارى وقفت يبكينا بالزفرات، وملاك رب القوات لمس جسدها الطاهر بجناحه الباهر، ولا لم صار غير ظاهر، مزق لحمها وفي زيت وضعها، فأقامها حبيبها، وأخيرا أمر الحاقر بقطع راسها الطاهر، وروحها تطير، العذارى العفيفات، نلنا لك للبسبت، والنصرخ بالتطويبات،
صلواتها تكون معنا، طلباتها ترفعنا للرب فيقبلنا، وتكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت نارس. شهيدات ليلة نقول لك عكسية عكسية عكسية، يا عروسة للقدس اذكري ابنك بابلوس أمام بنشويسيسوس، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إلهي الشهيدة دميانة أعنا أجمعين. Yeah.